امشي وجيت لي مشاهدينا الاوفياء مشاهدي كرا 36 اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه عين سبع. احنا الان كنتواجدوا في المقبره المسيحيه المتواجده بعين سبع. قصه اغرب من الخيال. واش حنا عايشين في المغرب؟ واش هاد الناس ما كيراعيوش للدرويش؟ واش هاد الناس ما كيحسوش بالانسان؟ واش هاد الناس ما كيعطوش الحق لمولاه؟ هاد السيد هذا اللي كتشاهدوا معنا مشاهدي 36 26 سنه وهو خدام في مقبره مسيحيه متواجده بمنطقه عين سبع. 26 سنه وهو خدام ما كيتقاداش الاجر ديالو. عنده واحد رقم الاجير في الجماعه ديال عين سبع مدينة الدار البيضاء، ولكن ما كيتخلصش الأجر ديالو. السؤال المطروح، هاد السيد عنده الرقم ديالو، عنده الوراق ديالو، المسائي محطوطين في الجامعة. هاد المقبرة المسيحية الناس ديال القنصلية القنصلية دايرين واحد اتفاقية مع الجامعة بانهم هاد الحارس كان هما جوج ديال الناس، هو واحد السيد كبير. بعد ما بقاش داك السيد، بقى هاد الشخص هذا في هاد المقبره المسيحيه لحد الان 26 سنه. السؤال المطروح، السيد ما كيتخلصش مناش عايش؟ الله اعلم. غير الناس اللي كيجيو لهاد المقبره، كيف كتعرفوا اليهود المسيحيين يعني، كيجيو لهاد المقبره كيزوروا، ربما كيتعاونوا معاه مسكين. يعني كيف كتشاهدوا، يعني 26 سنه هو في هذه المقبره، يعني عنده بيت اللي عايش فيه. غنشوفوا قربكم من الصوره، هذا هو البيت اللي عايش فيه هذا السيد. هذا 26 سنه عايش في هذا البيت، يعني الشتا كتصب عليه القطره. والغريب في الامر، في هذه المقبره المسيحيه، غنحاول نقربكم هاد المقبرة المسيحية، بأنه مدة قطعوا عليه الماء وقطعوا عليه الضوء، ما بقاش لا عنده لا ما لا ضوء. يعني وكيف كتعرفوا الحراسة بالليل، كيعس بالليل وبالنهار، يعني بالليل خطر خص يكون الضوء. يعني كيف كنعرفوا الأفارقة راه في أي مكان، ولاو كتبان لهم شي بلاصة مهجورة كيجيو كيسكنوا فيها. هو دوينا معاه وتحاورت معاه طاقم كا 36، تحاورنا معاه وعرفنا منه معطيات كثيره، من ضمنهم الافارقه اللي كيجيو كيهجموا عليه هنا بالليل. عنده كيستعن كلب اللي معاه، عز الله قدركم، اللي معاه هو اللي كيسيطر معاه. يعني هاد السيد هذا راه قصه غريبه غريبه. 26 سنه كيفاش عايش الشتاء والبرد، معرض الأخطار، ولكن السيد ما كيتقاداش الأجر ديالو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا مشاهدي 36، خليكم معنا غنسمعوا قصة السي عبد الله كيفاش دوز الحياة ديالو في هذه المقبرة المسيحية اللي باقي فيها لحد الآن، رغم بأن ما بقاش فيها الدفن، باقي عاس فيها. السي عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بغينا نعرفوا، انت 26 سنه وانت خدام في هذه المقبره المسيحيه. ايه اخويا، انا من التسعينات وانا هنايا. من التسعينات كان واحد السيد سميتو حسين الدرمولي الشريف، شد لانتريت في 97 ودارتني الجامعه. كنت انا بالليل وهو بنهار، هو يشد لانتريت، شد لانتريت في 97. يا هذيك شديت بالليل وبنهار، وليت دابا انا كنعس بالليل وبنهار من طرف الجامعه. الجامعه هي اللي قالت لي تعس لينا بالليل وبنهار،
قلت لهم واخا. يعني وعندك شفنا واحد الورقه فيها رقم الاجي. رقم الاجي آه مشيت عندهم الجماعه ملي كنت جيت البحر دابا راه تحولت العماله. هي هذيك تقيت في ذاك مكتب ديال الموظفين في الجماعه عطاوني ديك ورقه الاجي ديك الساعه ما كيديروش ذاك. المهم عطاوني ديك ورقه ودابا خويا راه ما بغوش يخلصوني بداو كيتهربوا ودابا كنناشد. واخا قبل من هذا الشيء كيفاش داير في المعيشه ديالك السي عبد الله؟ انت 26 سنه وشفنا بيت عندك هنا فيه القطره والحاله المزريه اللي انت فيها ومعرض للاخطار بالليل، وكيفاش كتعيش المعيشه ديالك القوت ديالك اليوميه رغم انك انت ما كتخلصش هذه 26 سنه؟ اخويا المعيشه اش نقول لك؟ ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيعاونني كيسخر لي بعض العباد كنبقى فيهم كيعاونوني باش نشري من ناكل لا اقل ولا اكثر. كانوا نصارى كيدبروا عليا كانوا كيجيو يعني دوك كانوا كيجيبوا لي الحوايج وداك الشيء دابا ما بقوش كيجيو شي عامين دابا قليل جا شي واحد. ودابا خويا الشيء اللي قلت لك اللي كيعاونني شي ناس كيعرفوني ما كنتخلص دابا عين السبع كلها الحي محمدي عارفين القضيه ديالي بينما انا ما كنتخلص. الجماعه ضاربين الطم ودايرين داك الشيء اللي بغاو، وملي كيجيو التعيينات كيرسموا اللي بغاو كيدخلوا واحد السيده كانت يمات عبد الرزاق ويمات حي. المهم ما كنقولش اخو الاسم. ممكن تدخل لهم ديك الدواسر اللي بغاو هما ويرسموهم وانا كيقولوا لك تسنى انت راه عندك رقم الاجير. عندي الاجير وقالوا لي تسنى اخويا قالك ملي الاخبار شميت الاخبار بانما الناس كيبغيو الفلوس وكيبغيو اللي عدوا المعارف. انا ما عندي لا معارف لا والو عرضي الله رزقك وخصك تعطيه الفلوس. الفلوس واللي المعارف اللي عدوا المعارف انا ما عنديش بجوج لا معارف لا فلوس لا والو عندي الله احسن منهم. ضحيتي في هذه المقبره وبقيتي تابع الازواج ضحيت اخويا بكل شيء بصحتي بعقلي يعني كل شيء مشى ليا مشات ليا صحتي مشى ليا عقلي واخا انا كان ما عقلي يعني بديت الاكتئاب والامراض عندي التانسيو راه نوريك الدفتر ديال التانسيو هنا في الحومه تسبيطار الحومه ديما كناخذ لازم واحد الطبيبه كنبقى فيها كتعطيني داك ديال التانسيو كتعطيني ديال شهرين ثلاث شهور ملي كيتقاضى كنمشي ثاني ناخذو. انا كخويا راه ضحيت وعاد التعدو هنا هاد المقبره كاين عليها التعدو انا ماشي هاد التعدو راه في التعدو اخويا ما كاينش الله اللي كيوقف معايا ما كاينش اللي حامي عليك كاين الله سبحانه وتعالى. تجي تاكل العصا تجيب ضلوعك وحكا وسكت. يعني سمعت هنا بانك خلال الكواليس قلت لي كانوا كيجيو افارقه والافارقه ديال المغرب كاين اللي باغي يتعدى على هاد المقابر كاين اللي كيبغي يحفر كاين اللي كيبغي يجبد العظومه بزاف ديال المشاكل عاد الافارقه كما كنت انا كون بغي يحفر كما كنت انا كون يسكنوا ليهم انا يدير لهم كاريال هنايا ويحلوا معاهم الافارقه بانهم اي افارقه هاد الافارقه اللي ما مربينش كاينين شي وحدين في المغرب انا ما مربينش شي وحدين ما مربينش اخو كيبغيو يتعداو على القبار وعاد السحاره وعاد الانسان دوك صحاب الشراب وعاد دوك اللي كيبغيو يفسدوا هنايا. وقعت لك شي قصه هنايا جا شي واحد بغى يحفر شي قبر؟ هي قصاص اخو واحد النهار جاو عندي جوج طوموبيلات لاباس عليهم طوموبيلات واري جا واحد خينا راجل كبير ومعاه ولده قال لي غوت عليا خرجت عندو قال لي سميتك قلت له عبد الله قال لي انت قال لي داك ديك اللي قال لي نشوف يدك وريت لي يدي قال لك انت زوري قال لي بغيتي تكون لاباس عليك راه ما غادي لا حق ما تصور منهم والو مضيعينك برزقك واكلي لك رزقك جا مع الحضره ما عندك ما تسكر منهم عندك جوهرات قال لي عندك سي بعد صناديق صغار قال لي ديال الجوهرات غالي الثمن قال لي غادي نجبدوهم وغادي نقسموهم تولي غاني يا لي يعني بغى يطمعني داكشي وتاخذوا داكشي اي قلت لي شوف الشريف انا الله دارني هنا على قبل داكشي انا شتي واخا تعطيني رزمه ديال الفلوس ولا تعطيني باللي بغي اللي احب حاجه انا قلت لي من الاوامر ديال الله من نخرجش من سميتو ديالو انا خويا باقي تجي عندي راه نجد فيك شده ديال الحق والله راه ما نطلق منك تيجي البوليس ولا طرا شي مصيبه ما وعد ولده قداش فهمتي قال لي انا نعطيك قلت لي شوف بعد مني باقي تجي عندي
وهادي عاودت يعني رغم انت عاودت القيد رغم انت بانك راه مقصح وما كتخلصش مقصح ما عطاتكش نفسك بانك تقول لا خو انا ما عنديش مع داك الشيء من عند الله. انا كان انسان متدين وكنتقى الله وكنعبد الله. انا ما نقدرش عليك. انا راه خويا الله راه كيشوف كل واحد غيعطي المصير ديالو. انت على الاخر اخويا قلت لي باقي تجي عندي راه غطاح شي راه غطرا شي مشكل ما بقيتش نشوفك. مشيت قلت لواحد واحد هنا المقاطعه اللي ديال اللي كتحكم في الثوره اش غنقول لك. انا راه مظلوم اخويا راه هادشي راه ماشي ظلم راه تنقول اي اخويا انت جهتي للمحكمه اللي سمعتوا عندك اي شي ناس الله يخلف عليهم اي مشيتي للمحكمه دازت الجلسه الاولى خمسه دابا خمسه الجلسه واحد سي واحد خينا تما دايره الجماعه محامي ديالو دير الجماعه المحامي ديالو يعني الجماعه دارت محامي ديالو دارت المحامي ديالو وانت عندك المحامي وانا عندي المحامي ديالي عرفنا بانهم اعترفوا بداك رقم الاجل اعترفوا به لان ما السبب اللي ما خلاوش الفلوس ديالك تخلص في هاد السنين اخويا ما عرفت واش انت خدام وكاين شي واحد شبح كياخذ الخلاص ديالك اشباح كاينين في الجماعه راه ماشي شبح وراه كاينين الناس بزاف كيتخلصوا ما كيخدموش كاين اللي مسافر برا كاع ما كاينش هنا وكياخذ الماندا كتمشي ليه وبزاف هنا ما خدامش حاشي لورجا وكيتخلص اخويا راه الظلم بعيني الناس اللي خدامين ما كيتخلصوش انا واحد منهم هنا ما كي انا 27 عام قول من 90 قول من 97 ملي دفعت لهم داك الورقه دوك الوراق ديالي والرئيس ملي كان عبد الرزاق قال لي محشومه خصو يتخلص وداك الشيء وجا عندي العامل هنايا وجا عندي ذاك العوم ديال مدينه الدار البيضاء اللي كيقولوا هذاك جا عندي هنايا خويا هاد الناس هادو راه كالوا لي رزقي كنادي الا كاين شي حق في هاد البلاد هادي عطاونا حقي وكان نادي صاحب الجلاله الامير سيدنا محمد نصر الله الله ينصره الله يخلي لي الولي العهد مولاي الشيخ سيدنا باش هاد الناس هادو عطيونا رزقي مولاي الحسن مولاي الحسن الله ينصره الله يخلي لي الصحيحه ديالو هاد الجماعه الحاضره ديال العين السبع هاد الناس هادو عطيونا حقي راه كنطالبها بحقي ما باغيش شي حاجه القانون إذا كاين شي قانون اعطيوني الحق ديالي يعني 26 عام وكنطالب الرئيس ديال المحكمة ديال الحبوس يعني ينزل الميل بينما على الحق انا على الحق اخويا اعطيوني انا ماشي كنطلب شي واحد كنطلب سيدنا يعني سي عبد الله كنطلب الله انت الا كنتي تخلصتي غيعطوك جيستيف بانك كتخلص ما عندكش جيستيف ما عندهم شي حاجه ياك لا ما عندهم والو اخويا هذوك الناس راه كيديروا شي حاجه كيديروا كيقلبوا على الخطاط وكذا باش يخرجوا ريوسهم راه ما عندهمش راه الناس كالوا لي رزقي وكيبداو يتهربوا كنطالب سيدنا امير المؤمنين ولده مولاي الحسن والله سبحانه وتعالى اللي مخفته خفيه رب الارباب معتق الرقاب انا كنطالب بحقي راه ما غاديش نسمح لهم واخا ما عرفتش شنو راه غدا امام الله راه ما غاديش نطلق منه راه ما دي محال كل من له يد في هذا المشكل هذا ما نسمحش ليه تخلص او ضيعك والله ما نسمحش ليه واخا تنزل والله اخويا ما نسمح ليه لا في الدين لا في الدنيا ولا في الاخر عبد الله راه المصير ديالو ما نطلقش منه اخويا كنطالب بسيدنا امين المؤمنين وبولده محمد مولاي الحسن يشوفوا بعين العاطفه هاد الناس هاد الجماعه يعطوني رزقي راه ما كنطالب الا بحقي رانا مظلومه سيدنا الله ينصرك وراه كاينين الناس كياخذوا الحقوق وماشي بحالي كنشاهد انا كل شيء وكنشوف لان كبرت هنا انا راه ولد المغرب ولد الحر انا ماشي من داك الناس وكنبغي صاحب الجلاله من قلبي الخالص كنتمنى باش يوقف معايا بهاد المشكل هذا الله يرحم والدين اخو الله يخلص اذن مشاهدينا الاوفياء مشاهدي كا 36 كي سمعتوا قصه ديال السي عبد الله يعني صراحه هادشي كيالم 26 سنه والسيد خدام في هذه المقبره المسيحيه وما كيتقاداش الاجر ديالو واش حنا باقيين عايشين في واحد المغرب اللي الناس كتضيع في الحقوق ديالهم الناس المسؤولين هذه رساله للناس المسؤولين ريحوا ضميركم السيد بغى رزقه
يعني 26 سنة ساكن هنا، ما عندوش، ساكن غير في هذا البيت هذا، عاش في هذه المقبرة المسيحية، يعني تعرض لبزاف ديال الأخطار بالليل وما كيتخلصش، يعني بزاف صراحه. اذا مشاهدينا، مشاهدي 46، كنتم معنا في هذه القصه ديال المقبره المسيحيه ديال السي عبد الله. غادي ننهيو معكم هذا البث المباشر ولنا عوده في بث مباشر اخر، والسلام عليكم. طاقم جريده 46 يحييكم.